خلينا نروح بقى لجرافيك هذه المباراه كالعاده زي ما تعودنا مع حضراتكم لغايه لما زمايلنا سواء فاروق صلاح او عمر ربيع ياسين يجهزوا. فاروق صلاح من فندق الاقامه وعمر ربيع ياسين من مقر النادي الاهلي في الجزيره. مباراة اليوم 28 يونيو نهاية الدوري العام المصري أخيرا بعد سنة استثنائية، زهقنا من الكلمة دي ولكن هي بالفعل سنة استثنائية. النادي الأهلي بطل الدوري العام المصري هذا الموسم، سيلاقي نادي الزمالك وصيف الدوري العام هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة اليوم في آخر أسابيع الدوري العام أسبوع 34. أول إحصائية عندنا النهاردة تاريخ مواجهات النادي الأهلي والزمالك في كل المسابقات الدوري العام. ناديين لعب 117 مباراة، النادي الأهلي فاز أو ما هو ده اللي أنا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، فاز في كام؟ في 43 مباراة، نادي الزمالك فاز في 26 مباراة، أما التعادل كان سيد الموقف في 48 مباراة، فيعني تقريبا الأهلي ضعف الزمالك. أما أهداف النادي الأهلي 145 هدف للنادي الأهلي و100 هدف لنادي الزمالك. طيب خلينا نروح لكاس مصر. في كاس مصر عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي ضد نادي الزمالك 31 مباراة، نادي الأهلي فاز في 16، متفوق بست مباريات على نادي الزمالك اللي فاز 10 مرات، أما التعادل فكان سيد الموقف لخمس مرات. نادي الأهلي أحرز 57 هدف ونادي الزمالك أحرز 46 هدف. أما عن السوبر المحلي، خمس مباريات نادي الأهلي فاز في 4، نادي الزمالك فاز في مباراة، لم يحدث التعادل في ولا مباراة ما بين الفريقين الكبيرين. نادي الأهلي جاب 5 أهداف، نادي الزمالك جاب 2. أما البطولات الإفريقية اتلعبت 9 مباريات، النادي الأهلي فاز في 5، نادي الزمالك فاز في مباراة، اتعادلوا في 3 مباريات، النادي الأهلي أحرز 15 هدف ونادي الزمالك أحرز 9 أهداف. تفوق كاسح وواضح للنادي الأهلي في كل البطولات اللي بيلعبها النادي الأهلي سواء في الدوري أو في الكاس أو في السوبر أو في البطولة الإفريقية. ده مش كلامي، ده كلام الأرقام. اللي بعد كده، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، ما احنا شفناها، لعب 117 مباراة، الأهلي فاز في 43، اتعادلوا في 48، الأهلي خسر 26 مباراة، له 145 هدف عليه 100 هدف. أول وآخر مباراة ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، أول مباراة ما بين الفريقين كانت يوم 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق. أما آخر مباراة ما بين الفريقين فكانت 30 مارس 2019 مباراة كرة الماء اللي كانت في استاد برج العرب لو تتذكروا، وانتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. أول أهداف النادي الأهلي لأحد العظماء في النادي الأهلي كابتن أحمد مكاوي، وآخر أهداف النادي الأهلي أيضا لواحد من العظماء كابتن وليد سليمان. أول أهداف نادي الزمالك واحد من عظماء نادي الزمالك كابتن عبد الكريم صقر، وآخر أهدافه أيضا واحد من نجوم نادي الزمالك أيمن حفني. لقاءات الأهلي والزمالك الرسمية إمتى بقى؟ اللي بتتلعب في شهر يوليو. لعب 11 مباراة في شهر يوليو، نادي الأهلي فاز في 7 مباريات، أما الدوري العام 6 مباريات، تعادل 4 مباريات، بالنسبة لكأس مصر مباراة واحدة، بالنسبة للسوبر المصري مباراة واحدة، بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا 3 مباريات. 7 مباريات فاز فيهم النادي الأهلي وتعادل في 4، أهداف النادي الأهلي في 19 هدف وأهداف نادي الزمالك 8 أهداف في هذا في شهر يوليو. اكبر فوز للنادي الاهلي على نادي الزمالك، طبعا كل الاهلاويه عارفين مباراه او الشهيره 6-1، 4-1 مره واحده و6-1 مره واحده، 4-2 مرتين، 3-0 ست مرات، 3-1 مرتين. اما اكبر فوز لنادي الزمالك على النادي الاهلي 3-1 ثلاث مرات. حلو برضو رقم 6-1 ده يا جماعه، كده صعب قوي تحطوا المقارنه دي والله. ماشي، اكثر اللاعبين مشاركه في القمه حسام عاشور كابتن النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي 34 مباراه، اما اكثر اللاعبين مشاركه في القمه من ناحيه نادي الزمالك
نجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك كابتن عبد الواحد السيد، لعب 27 مباراة. حسام عاشور بينافس النادي الأهلي. أحرز أهداف النادي الأهلي في مرمى الزمالك ببطولة الدوري 66 لاعب، منها هدف ذاتي أحرزه أحمد توفيق لاعب نادي الزمالك السابق في مرمى فريقه نادي الزمالك. أما أهداف نادي الزمالك في مرمى الأهلي ببطولة الدوري 58 لاعب أحرزوا أهداف، منهم ثلاثة أهداف ذاتية إبراهيم كابتن إبراهيم كبير وكابتن محمد عامر وكابتن أحمد السيد في مرمى فريقهم للنادي الأهلي. اللي بعد كده في بقى لاعبين او نجوم كبار احرزوا للفريقين سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك. النجم الكبير الكابتن حسام حسن جاب 9 اهداف منهم 5 في مباريات القمه طبعا اهلي وزمالك، منهم 5 اهداف مع الاهلي و4 اهداف مع نادي الزمالك. كابتن جمال عبد الحميد جاب 3 اهداف، هدف مع النادي الاهلي وهدفين مع نادي الزمالك. كابتن محمد عامر لاعب الاهلي احرز هدفي لقاء الاهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر 1981 الذي انتهى بالتعادل 1-1. احرز الزمالك في مرمى فريقه النادي الاهلي ثم تعادل بنفسه للنادي الاهلي مره اخرى. مباراه واحده فقط انتهت بفوز اعتباري للاهلي على الزمالك بعد انسحاب الزمالك في الدقيقه 6 يوم 9 ابريل 99 واحتسبت النتيجه بهدفين مقابل لا شيء. دي برضو من نوادر القمة. طيب الدوري العام اللي انتهى ده ايه موقف الفريقين فيه؟ موقف النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين لعب 33 مباراة، فاز في 24، تعادل في 5 مباريات، خسر في 4 مباريات، سجل 55 هدف، استقبلت شباكه 20 هدف، عدد النقاط 77 نقطة، صاحب المركز الأول في الدوري العام المصري وهداف الفريق علي معلول ب7 أهداف. أما نادي الزمالك أيضا لعب 33 مباراة، فاز في 21، تعادل في 9 مباريات، خسر في 3، سجل 65 هدف، استقبلت شباكه 30 هدف، عنده 72 نقطة وصاحب المركز الثاني. أعتقد نادي الزمالك بالمناسبة صاحب أكبر نسبة للفوز بالمركز الثاني في الدوري العام منذ إنشائه أو منذ خروجه إلى النور في 48 من سنة 48 حتى الآن. هداف نادي الزمالك كابتن محمود علاء 15 هدف. اللي بعد كده إمتى الأهلي بيجيب أهدافه؟ 55 هدف مقسمة على 90 دقيقة، 6 أهداف في أول ربع ساعة من عمر المباراة، 8 أهداف في تاني ربع ساعة من عمر المباراة، ثم 7 أهداف في ثالث ربع ساعة من عمر المباراة، مع بداية الشوط الثاني 6 أهداف، ثم الربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة 12 هدف، وآخر ربع ساعة من عمر المباراة 16 هدف. إمتى الأهداف بقى بتخش مرمى النادي الأهلي؟ استقبلت شباك النادي الأهلي 20 هدف مقسمة هدفين في أول ربع ساعة و8 أهداف في آخر ربع ساعة، و10 أهداف المتبقية مقسمة في الربع ساعة الأولى أو الثانية من عمر المباراة هدف، في الربع ساعة الثالثة هدف، في الربع ساعة الرابعة مع بداية الشوط الثاني 7 أهداف، ثم هدف وحيد في الربع ساعة قبل نهاية المباراة. طيب الزمالك أحرز 65 هدف كأعلى معدل تهديفي في الدوري العام المصري مقسمة على 90 دقيقة كالآتي. 8 أهداف في أول ربع ساعة، 9 أهداف في تاني ربع ساعة، 11 هدف في ثالث ربع ساعة من عمر الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني نادي الزمالك بيحرز أكبر نسبة له 14 هدف، وثم 13 هدف في الربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75، ثم من الدقيقة 76 للدقيقة 90 10 أهداف. أما نادي الزمالك فاستقبلت شباكه 30 هدف بزيادة 10 أهداف عن نادي الأهلي مقسمة على 90 دقيقة كالآتي. هدفين في أول ربع ساعة، 5 أهداف في تاني ربع ساعة، 6 أهداف في ثالث ربع ساعة من الشوط الأول أو نهاية الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني 5 أهداف، ثم ربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدفين، وآخر ربع ساعة أكبر نسبة تهديفية دخلت في نادي الزمالك في آخر ربع ساعة من الدقيقة 76 للدقيقة 90.
طاقم التحكيم لهذه المباراة، حكما للساحة فرانس كاراكو من المجر، وحكم مساعد ستيفن أولبرت من المجر أيضا، وحكم المساعد الثاني بولش بوزاش من المجر، والحكم الرابع مجري أيضا آدم فوركش. ده طاقم التحكيم لهذه المباراة.